أنا أسمع مثلا من أبنائنا ومن إخوانكم جميعا كيف يكون الإنسان في أوروبا مثلا يذهب شاب ليشتغل بشظف ولكنه حينما يذهب وفي ذهنه شيء من احترام الأسرة ويحترم الأب ويحترم الأم ويحترم القيم وهو بعيد، وحينما يصل شيء من المال أول ما يفكر في أبيه، أول ما يريد أن يسعد يريد أن يسعد أباه، حينما يكون بيده مال يصره أن يرسل أباه مثلا إلى العمرة أو إلى شيء. من يعطيك هذا الولد إذا لم يصنعه لك القرآن؟ تتصورون أن المدرسة تصنع هذا؟ أبدا. المدرسة تعلم الإنسان الحرية فقط، وهذا الذي في الحرية يعلم الله كيف سيكون. نحن نقول إن الحماية للمجتمع للأسر هي أن نفر بالولد إلى القرآن، يجب أن نفر به. ماشي لنا غادي يخرج قل لواحد الإنسان يكون أش غادي يقرأ هذا وأش غادي يقرأ لنا على الموتى، ما حناش نقرأ على الموتى، حنا نقرأ على الحيين، القلب يبقى حي. وهؤلاء لن يكونوا على الهامش، هؤلاء الطلبة هم طلبة، هم إن شاء الله ناجحون، هم لا عندهم أول حرص ومواظبة واجتهاد، وهذا سينفعهم في حياتهم كلها في حياتهم كلها. وهؤلاء وهم موجودون الآن، كثير من الشباب الناجح في الدراسات هم من أبناء القرآن، أطباء كثيرون، مهندسون كثيرون، علماء في التقنيات يحفظون القرآن إما كاملا وإما بمعنى أن هذا ليس شغل خاص بأناس هم طلبة القرآن يحفظون، لا، عدد كبير الآن من الناس عبر العالم الإسلامي، وأنتم تلاحظون الآن وتسمعون وتتابعون كم هي المسابقات التي تعقد في العالم الإسلامي على أكبر نطاق في الدول كلها. ما تصورش أن هؤلاء كلهم طلبة لأئمة أو خطباء، لا، هم أناس من تخصصات كثيرة ومتعددة، بمعنى يجب أن ننتبه. فلذلك هؤلاء الإخوة الذين عقدوا هذا اللقاء جزاهم الله خيرا، أرادوا خيرا كثيرا لهذه الجهة، ويجمعون الآن، هم جمعوا هؤلاء الفتيان وجمعوا الكبار أيضا، لأن المشكلة في الكبار مش في الصغار. الكبار لا يبالون، لا يعرفون ما يفعلون، يتكلمون وقد لا يفهمون ما يقولون. الكبار يتحدث، ليس عندهم مشروع للغد. مشروعنا للغد هو هذا، هو أن نحمي أمتنا فقط. نحن نخاف على أبنائنا، نخاف على تديننا. حينما تجد إنسانا وأنت ليس بينك وبينه، إذا تحدث عن المسجد تحدث بحقد، إذا كان إنسان يحدث الناس عن المسجد ويحقد على المسجد، مساجد كثيرة والمساجد كذا والمسجد، وحاقد على المسجد، لماذا؟ ليس لأنه يكره الجدران، لأنه يكره هذا الجو الذي هو في المسجد، ويريد للناس أن يكونوا هكذا، يجتمعون في ملاهي صاخبة، هذا هو الجو الذي يناسبه. القرآن يثبت الأشياء ويرسخ الأشياء وينشر الفضيلة وينشر الحق والخير. لذلك هؤلاء الحمد لله من الشباب ومن الطالبات هم كثيرون ولله الحمد، وأصبحوا يؤدون نتائج يعطون نتائج. وبالمناسبة أقول لكم إن هنالك حينما يكون الطالب منفتحا على التعليم القرآن ويحفظه، هناك مجال جديد تماما والتعليم العتيق، والتعليم العتيق شيء كبير في المغرب يعطي نتائج باهرة، والذي يحفظ القرآن وينخرط في تعليم عتيق وينال البكالوريا يدخل إلى أي كلية شاء، كلية الأدب، كلية الحقوق، وفيما بعد يدخل إلى المجتمع قويا، لأن الذي يدخل المجتمع ويحفظ القرآن يدخل قويا، لأنه يعتز بنفسه ويعتز بذاكرته وبأنه قادر. إذن فهذه آفاق تفتح للجميع. تأتي الآن إن شاء الله دورة صيفية مقبلة إن شاء الله، نرجو أن الآباء يهتمون، لأن الأشياء مشكلة هي أن لا يهتم الناس، الناس غادين ما يفهروش ما يعرفوش. إذا كان الآباء واعين ومتحضرين يجب أن يشجعوا أبنائهم، يجب أن يحضروا معهم الدرس، ماشي باش يتخلصوا منهم الصداع ديالهم، لا، لأن هذا مشروع الغد. وثيقوا أيها الإخوة إذا استطعتم
أن تربطوا الولد مع القرآن فقد نجحتم. إذا استطعتم أن تربطوا الولد مع هذا القرآن فقد نجحتم، وكفاكم القرآن بعد ذلك كل شيء. القرآن هو الذي سيتولى التوجيه والتسديد، وإلا فإن الشارع مفتوح على كل الأشياء.